الله امطار الخير بحتى. ما شاء الله ما شاء الله نعم امطار شوي شوي حالي ابوي شوي شوي. ما هم ستيشن قتلنا اذبحنا ستيشن وش عندك طائرة تران ستيشن؟ اول حد خابرهم قال عنده ستيشن. ستيشن والله ما قارب. والله ما قارب ستيشن يا ابوي شوي شوي من حدر شوي شوي. وين وين ظاهر من التو انت وين تبعني؟ انا برد تكتب انت يا شيء اعلان؟ روح روح يا روح روح. ما يرد فهد يلا لا يرد سير يا ابوي علي ابوي ارفع سير ارفع جامتك انك علي يا نسيت يا اخي سير ابوي سير انت وين يسير؟ يسير يا ابوي اعلان عندنا يا ابوي تعب الواحد علي حتى باكر برد لي وين باكر وخاب يا ابو حد غيرنا سير يا ابوي سير سير علي مجيء يا ابوي يا ابوي يا رب نعمان شاب يا ابوي كان مخوان احنا علي علي سيارة يا ابو خير يا ابو خير والله هذا في الدرس يالس والله طيب شو ما شاء الله حيتنا خير ياهم ما شاء الله خف علي خف علي خف علي اللي بخلقه يحسس الموتر والله وش اتصل علي اهلي ما دفاع الملل وش جيبون علي اهلي ما استوى شيء انا الرياض شرده دفع يا علي دام الضبضب ودقف وديان بلا سعي لا استوى شو ترابي الدفاع المدني بيطلعنا وش دك الدفاع المدني ترى هو اوادم ترى اوادم يا محل خارون قال الدفاع المدني بي اقع مالكم في الوديان يقولوا الدفاع المدني رجعتوا لا لا ترجع فيها شوف انت شوف 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 ابو خلق العسس مشاشات قدام بعد يوم حد خبره قال عندي ستيشن ستيشن عسس ابو خلق يا اخي نصيحة لا يظهروا في السيل عطب أنا أقولهم لا يظهروا نعم لا يظهروا طول لا يظهروا في الوديان باكر يوم عاد بيطيح مره من نص الوادي يا والحلال لا طوف وادي قال لا عندي لاند كلوزر عندي ستيشن ويوم عاد عقب بيلس على 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 الموتر منقلب كله وهو عاد جالس فوق الو أقول لك دفاع المدني تعال ترى أنا انقلب له شل الوادي شل لك خصب ما تقرب البيوت والاخبار صح؟ تعال تعال انت وش مطلع عندنا؟ انا سار اعلان لو ما اعلان والله ما طلع نعم طيح على الطيح لا يا سلام سلم انا اقول لك اذا تم السير كذا مره يا اخوي الدنيا بتخضر والعشب بيصير مره سيره للمحزم اي نعم ما انت وش بكر ما وش مناسب فمه وناس حبس ما اقول بتعدل الماي بيتعدل طوي عندنا داخل البيت احنا ما نجد تقول تشرب مبيض ما تشرب ماي بيتعدل ان شاء الله الماي والله هو في الحشيش يفكر بتحش لا تقول بس لا بيصير هنا كان زمان السيل هي اول السيل سيلته وماشي سيل بعد اول اسبوع يتم اسبوعين ما يوقف اسبوعين والله نعم اسبوعين مره السيل ما يوقف اسبوعين تم اسبوعين والعشب لوين يوصل العشب لهنا يا الله السلام لكن هذا ما كان مستوي لو مستوي كان ما بيخليه حتى بالبيوت يعني ما تنشاف انت يوم تمشوا كيف اسمع بعد انا ما داني حد يكذبني اي لكن لكن يوم العشب كان لين هنا الناس تعطي وتاخذ ما يوم يدخل مزارعهم يفتنوا وش قصدك؟ ما هذا ما عندي العالم وش قصدك؟ وش قصدك؟ صح الوقت صح صح وان هذا يتاقر على رد دور رد دور ولا قلت لي زمان السيل كم يتم؟ السيل يتم اسبوعين فهد يطيح والوادي يكمل ثلاثة شهور الليري ما يوقف يا الله ثلاثة شهور ثلاثة شهور حتى سنة واحدة اذكرها ساكنين على البحر هناك اهلني والوادي يقول لك يطيح في البحر ترى ما مسوي سيل يطيح البحر ومن كثر ما يير الوادي ثلاثة شهور حتى ماي البحر قمنا نشرب منه. انا هذا الدعبة هذا البقبقة ما داني وش تكذبني؟ ماي البحر قفينا عم من ماي البحر يشربوا يشربوا منه نعم وش اكذبني؟ من استوى يعني؟ من استوى حلو قام يشربوا منه علي انتبه في الشارع علي انتبه في الشارع كذب انا ما داني السمك كيف السمك كان؟ طعمه زين؟ مال النهر ولا اشتوا مال البحر؟ طب النادي قاموا يشربوا من ماي البحر يشربوا من ماي البحر فهد برايك لا صدق اسال يشرب من ماي البحر اي نعم يشربوا من ماي البحر وش انا اكذب عليك فهد وانت عاد غناها انت السالفه يمكن عطى عليها مره غناها لين نوصل والوادي ثلاثة شهور ثلاثة شهور نعم اذا ما
مصدق سالوا شبابكم ويدودكم. والسير اذا ما يقل عن اسبوعين. اسبوعين نعم يطيح. من نسال؟ يدودكم شبابكم. وين بحصلهم؟ كيف؟ كلهم توسدوا اليمن. اي ماتوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كل شهاده. لكن انا بسالك سؤال. اللي حياة فلان كان وياه. امك حي امك؟ امي لا تياها طول ناتشي وامي لا تياها. ودخل؟ ما لحق عليها. لحق لكن ما تذكر شيء امي ايش دراها ما تذكر حرمة عودي. يا اله الا الله محمد رسول الله. اسالوا حياة فلان. مات. اسالوا ايدادكم. مات. مرة كلهم. امه حيت ايش قال؟ قال امي خلاص مغيب السعي بشكل عام. مات لك قم وسالفة طول انتم. ما تلقى مو سير أبو سير روح أنا أقول يا كل ما ردي مكان أشوف بس ما خبر. شوف. تسبحنا صدقان تسبحنا. إيه ما شاء الله لكن أبغى تسبحنا. الله يجعلها بطار خير إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. غرق 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 حتى غرقت الجبل. أخوان تدخل تلك أهلنا تصليهم وشباهم في بيوتهم.